رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اسماء ايات التهاني والتبريكات الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات وان يديم على جلالته نعمة الصحة والسعادة ويجعله ذخرا وسندا لهذه المملكة وقائدا لمسيرتها المباركه وان يديم على مملكه البحرين نعمه الامن والامان في ظل جلالته الحكيمه حفظه الله ورعاه وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بهذه المناسبه داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على سموه بالخير واليمن والبركات وان يسبغ عليه نعمه الصحه والسعاده وان يحقق او يحقق بجهود سموه ما نصبو اليه جميعا من تقدم ونماء للوطن الغالي في شتى المجالات كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه سائلا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على سموه بالخير واليمن والبركات وان يسبغ عليه نعمه الصحه والسعاده وان يتحقق بجهود سموه ما نصبو اليه جميعا من تقدم ونماء لمملكتنا الغاليه في شتى المجالات مهنئا شعب مملكه البحرين والامتين العربيه والاسلاميه بعيد الاضحى المبارك داعيا الله ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركه